السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب من الصف السادس الإعدادي، بصراحة مو صف سادس إعدادي فقط وإنما ثالث متوسط أيضا. أكو سؤال دائما يجي بالقطعة الخارجية اللي هو يقول أعطي عنوان للقطعة. سؤال للأسف إن الكثير من الطلاب الأعزاء يتركون هذا السؤال لأن يشوفوه صعب، بالعكس إنه هذا السؤال جاي أشبه بمساعدة للطلاب، يعني شو تريد تكتب صح؟ شنو العنوان اللي تختاره صح؟ حتى اذا نشوف الاجوبه النموذجيه للاسئله الوزاريه راح نلقاهم يكتبون اي عنوان يختار الطالب صحيح. المشكله انه بعض الطلاب بداوا يعني يتمادون بهذا الشغله ويختارون عناوين ترحم على كل شيء، يعني مثلا يكتب الطالب beautiful story، nice story، short story، good story، ولهذا الوزاره حطت يعني شلون ملاحظه اي عنوان يكتبه الطالب صحيح ما عدا short story، nice story او اي شغله بها story. طيب فهنا رجاء لا تركون هذا السؤال لان هاي درجتي حرامات تضيع عندكم واي شيء تكتبه صحيح. طيب هسه يجون بعض الطلاب يسالون يقولون طيب هذول اللي عندهم ترجمه احنا اللي ما نعرف شلون نجاوب، هم شغلتها سهله، تجمع الكلمات تدور على الكلمات الاسماء البارزه او الاسماء اللي بيها أداة التعريف ذا، تجمعهن وأي وحدة تختارهن فهي صحيح. فلا تتصورون أن الموضوع صعب جدا وهم قايلين أي شيء اختار الطالب صحيح. رجاء طلابنا لا تتركون هذا السؤال. شكرا جزيلا.